الفريك اللي بالسجق هنحتاج لها ايه يا حبايبي؟ عشان نعمل الفريك اول حاجة محتاجين كوبايتين من الفريك المغسول المنقوع، محتاجين كمان 4 كوبايات من المرقة، ورقتين من اللورة، فصين من الحبهان، رشة من جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود. ده كده الفريك، وتقدروا تقللوا المية لو عايزينه مفلفل اكتر. السجق بقى نفسه محتاجين 1 كيلو سجق بلدي مقطعينه قطع، بصلتين مفرومين، 1 فلفل رومي مفروم، و2 فلفل الوان مفروم، 4 طماطمات مقشرين ومفرومين، 5 فصوص ثوم مفروم، 1/2 كوباية بقدونس مفروم، معلقة صغيرة من الصلصة، سمنة، ورشة جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. هنحط عليها صوص طحينة نقوله وهنعمله في الاخر خالص، هيكون عبارة عن 1 كوباية من الطحينة، 1/2 كوباية من الزبادي، 1/4 كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من الخل، زيت زيتون ومية، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، و1/2 معلقة صغيرة من البابريكا، 1/2 معلقة صغيرة من الكمون وملح، ونقدم مع عيش شامي او بطاطس محمرة. طبعا السر في وصف حلقة النهاردة ان السجق اصلا يكون حلو، فلو هتعملوا اي وصفة من وصفاتنا النهاردة هتختاروا نوع سجق محترم كده من اللي ايه طعمه يجنن. يلا بينا، الحلة بتاعتنا جاهزة وعايزين نعمل الفريك. الفريك يا جماعة امره سهل خالص، يعني احنا هناخد السمنة وهناخد الحبوب، اسفة، التوابل الجافة، اجيب معايا سباتشولا كده وانا رايحة في السكة. يلا بينا، حبة سمنة حلوين يخلوا الفريك كده بيلمع ومش ملزق في بعضه. ومعاهم على طول هحط الحبهان، ورق اللورة، هستخدم كله ما تتقل على رزقك مش هسيب لك حاجه. طيب فاضل ايه كمان نعمله دلوقتي؟ ولا اي حاجه، فاضل ان احنا نحط الفريك بس ونسقي بالمرقه. هو انهي يا نور؟ انا شايفه مرقتين، انهي بتاعه الفريك دي؟ صح ال يا مش دي. اوكي، هحط الفريك وهبدأ على طول أقلب. نور بعد إذنكم دخلوا لي الطبق الأبيض، هو فين اللي بحط عليه المعالق؟ ماشي لقيته. وهنبدأ نقلب الفريك شوية كده في السمنة والتوابل، هحط له كمان حبة فلفل أسود، رشة من جوزة الطيب، رشة صغيرة خالص، وهنحط له كمان الملح، بس خلوا الملح لما نحط المرقة. نقلب تقليبة سريعة جدا جدا جدا، مجرد بس نضمن ان الفريك اخد من ريحة التوابل الصحيحة، واخد من ريحة السمنة، واخد تشويحة لطيفة، ونبدأ نشتغل. طيب نفتح العين على، نفتح النار على العين التانية اللي هنستخدمها. يلا بينا، برضو بتسخن وبرضو مستنيينها. هنا هنعمل ايه للفريك ده؟ كل شوية بنقلب. انا عايزاه يتحمر يا جماعة تحميرة بسيطة، مش عايزاه يعني يبقى بني، بس اكيد عايزة يعني تحميرة بسيطة كده تديني شوية نكهة وطعم وتحميصة جميلة للفريك، مش تحميرة كبيرة. وهنيجي دلوقتي نسقي بالمرقة ادي المرقة، نظبط الملح، هحط قد معلقة صغيرة من الملح لان هكتفي بالملح اللي جاي لي من المرقة. تقليبة
بس شكرا جزيلا، ده كده هيتغطى عليه ويتساب يستوي مش اكتر من كده. السجق البلدي اللي هيكون التوبينج بتاع الفته دي، واحنا عاملين كميه كويسه تكفي كده حبه من الحبايب ياكلوا معانا. عندنا اول حاجه هنبدا بيها هي السجق. عايزه ادي السجق تشويحه قبل اي حاجه، قبل البصل قبل الفلفل قبل اي حاجه. فانا هجيب السجق هنا وهحطه في الوك بتاعتي اللي بتسخن شويه من الزيت، صغيرين خالص. اذا عايزين تعملوها سمنه برضو مفيش مشكله، ولكن يعني انا ممكن اعمل ايه، ممكن اخد بس تنتوفه كده من السمنه، شايفين حد حبه يعني ما تكملش معلقه صغيره، احطها وسط الزيت هتدي طعم حلو قوي، ولكن الزيت هيكون كافي جدا ان هو يظبط لي الدنيا، خصوصا كمان لو السجق دهني هو كده كده بينزل دهون، مش هنحتاج اصلا ولا حاجه. ناخد سباتشولا واحنا برضو ايه جايين في السكه كده، ونختبر الطاسه بتاعتنا او الوك بتاعتنا سخنت ولا لا. لا لسه، لازم تبقى سخنه. انزل اسمع طشه السجق كويس جدا، يا اما هينزل ميته ومش هيبقى الطف حاجه خالص. طيب لازم اسمع الصوت ده. مش عايزين نقلب كتير اول ما نحطه عشان ما ينزلش ميته، فهنصبر كده عليه ونسيبه براحته، وما عندناش مشكله خالص في ان السجق يتفتفت، احنا اصلا مقطعينه عشان يعني يحصل ده عادي. حطينا البصل وهنحط كمان التوم. لما تيجوا تحطوا التوم كده وسعوا له كده مكان في النص عشان ينزل ياخد تشويحه. وهنيجي دلوقتي، انا جايبه الصلصه اجيبها جنبي. الفريك هنا بصوا بيغلي، وبنعامله معامله الرز بالظبط، طول ما هو بيغلي وفي ميه كده احنا سايبين النار عاليه، واول ما يشرب ميته هنهدي عليه النار ونسيبه بقى على الهداوه خالص يكمل سواه. هغطي عليه واسيبه في حاله. حطينا شويه فلفل رومي على السجق، هنحط له كمان شويه فلفل الوان، هنديهم اسرع تشويحه في الدنيا، هي يعني تقليبه حتى مش تشويحه. وطبعا في الفاصل السجق فتفتناه شويه كمان عشان يبقى كده مناسب مع جو الفته، واخد التشويحه اللي احنا عايزينها. ادي تقليبه وادي الصلصة. هنقلب صلصة خفيفة قوي، مع يعني ما يكملوش معلقتين كده كبار، ممكن معلقة كمان. الطماطم والبقدونس، وهنتبله شوية ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده، رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود بس، وهو السجق هيكون فيه التوابل الكافية ان هي تظبط لي طعم وكل حاجة تانية. ندي بس تقليبة وندي الخليط ده كده على النار حبة صغيرة خالص، الطماطم تستوي كده وتنزل ميتها، والصلصة برضو تاخد التشويحة المناسبة، وكل أمورنا تبقى جاهزة. تعالوا مع بعض نعمل صوص الطحينة اللي هيكون جزء من الفتة. بالمناسبة الفريك عشان محدش يستغرب انه اختفى في ظروف غامضة، الفريك انا طلعته يستوي في المطبخ التحضيري علشان الدنيا زنقت عندنا قوي في الاماكن، واحنا محتاجين العيون كلها، فقلت ايه نطلعه يستوي بره، لان هو خلاص ما فيش اي خطوات، احنا بس مغطيين عليه النار وسايبينه يستوي على البخار. تعالوا نعمل صوص الطحينه، يلا بينا. الطحينه
الزبادي عصير الليمون زيت الزيتون شوية الخل بابريكا كمون كزبرة وطبعا ملح وفلفل اسود رشة فلفل صغيرة ورشة ملح صغيرة برضو مضرب سلك وهنقلب الصوص ده كله مع بعضه دلوقتي تقليبة حلوة نقلب 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 لو لقينا الصوص تقيل بزيادة هو المضارب السلك فين يا جماعة مش قلنا سلك وسيليكون يتحطوا وبنخففه بمية سخنة لو لقيناه تقيل وانا شايفاه تقيل فحبدأ اسخففه دلوقتي بالمية السخنة دافية مش سخنة نيجي كده وناخد شوية مية ونقلب بالراحة نقلب شوية كده بس الصوص بقى جاهز خلاص بنضيف بالمية الدافية لحد ما يوصل لقوام متوسط لا تقيل قوي زي الطحينة العادية زي صوص الطحينة العادية زي سلطة الطحينة تعالوا نغرف الفتة لأن الفريك استوى وبقى روعة أول حاجة هبدأ بيها هي الرز أو أسفل الفريك عمال أقول فتة الفريك وفي الآخر أديك واحدة رز حمدي سولنا الفريك بره قعد ايه تبعه طلع تحفه بصراحه تسلم ايدك يا حمدي 7 صنايع انت لا يا حبيبي البخت زي الفل يلا بينا حلوه الحلال دي اول مره اجربها خالص نوعها ممتاز ما شاء الله انا عملت طبق الفته من غير عيش ولا حاجه عملته فريك بس تقدروا على فكره تعملوه بعيش لو عايزين نحط عيش انا هحطه جانبي يعني مش هحطه معاه هحطه زي جانبي كده للتقديم معاه اللي عايز ياخد وهو بياكل ياخد طبعا دي فتات ايه من الاتجاه الشامي شويه مش من الناحيه المصريه بتاعتنا لا بقى بنسقيها بقى ومرقه وبتاع بس ايه احنا بنجدد طبعا والاكل احلى حاجه فيه التجديد واحلى حاجه فيه انه بيدينا فرصه ان احنا نجرب حاجات جديده معانا الكول سلو اللي طلبت مننا على الشاشه هتنزل لحضراتكم حالا اهو على الشاشه وانا بحط صوص الطحينه هنا كول سلو طبعا امرها سهل خالص كل اللي هنعمله ان احنا هنخلط كل مكونات الدريسنج وبعد كده نضيفها مع الخضار ونقلب وبنصح ان احنا ما نعملهاش قبل التقديم على طول لا نصبر عليها ساعة كده ولا حاجة يعني نعملها قبل ما نكون هنقدمها بساعة مثلا عشان بتفرق قوي قوي في الطعم لما تكون متقدمة وهي بقالها شوية قاعدة الخضار بيدبل وبيشرب من طعم الدريسنج وبينزل هو كمان طعمه في الدريسنج وبيفرق جدا عن ان هي تكون لسه معمولة حالا وطبعا اللي بيحبوا الخضار مقرمش مش فارق معاهم اللي انا بقوله ده يعملوها بقى حالا ويقدموها حالا بس ودي زي كل سلو المطاعم بالظبط كده طبق الفتة جاهز والكول سلو على الشاشه هنقول بقى ايه نجيب الطبق القمر ده على جنب كده في ناحيه التقديم ممكن استلف له كده شويه بقدونس صغيرين خالص من الطبق اللي جنبنا
سلف، خدنا شوية بقدونس سلف بس شكله زي القمر وزي الفل وأكلة جميلة جدا. وعايزة أقول لكم إن إحنا ممكن نعمل الفتة دي، يعني لو أنا مثلا كنت عاملة سجق بالصلصة كده وبالفلفل وبتاع وبقي ومش عارفين بقى ممل زهقنا منه مش عايزين ناكله تاني يوم، ممكن نجدده بالطريقة دي ونعمله وصفة جديدة بالطريقة دي. وادي فتة السجق جاهزة معايا.